ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهاردة هنتكلم عن ايه افضل حاجة ممكن نعملها لحد لسه متعرض لحرق. يلا بينا نشوف مع بعض. لو هنتكلم على الحروق العادية بقى اللي ما حصلش فيها حروق تنفسية او انهيليشن ان انجري او اي حروق تانية غير حرق الجلد، لو سمحت خده تحت المية من ربع ساعة لنص ساعة، ومش لازم تحط اي كريمات لان الدكتور محتاج يقيم هل الحرق دوت من الدرجة الاولى او الدرجة التانية او الدرجة التالتة. هنا الدكتور هو اللي هيحددها مش انت، لان الحروق خداعة جدا في الوانها وليها علامات كتير، محتاجة حد متخصص في الحروق هو اللي يتعامل معاها. وعلى هذا الاساس انت خدمت العيان لو انت حطيته تحت المية من نص ساعة لربع ساعة على الاقل. ولو انت عايز تنقله المستشفى، لو سمحت خد فوط مبلول عليه، حطها عليه اكتر من انك تحط اي كريم، لان الدكتور هيحتاج يشيل الكريم دوت. انت هتخليه يبذل مجهود اكبر في ان هو يقيم الحرق ده ويبذل مجهود ان هو يشيل الكريم ده، خصوصا ان في بعض الكريمات والمستحضرات بتاعة الحروق صعبة الازالة من على الجلد لان فيها مواد بتخليها تقعد على الجلد، ودي ميزة بالنسبة للكريم ده عشان خاطر يحافظ على الهايدريشن. بس هل هو ده الاجراء الطبي المناسب للجلد في الوقت ده؟ لما حد يكون لابس خاتم، لما حد يكون لابس حلق، لما حد يكون لابس اي حاجة نشيلها من عليه لو سمحت، ما عدا لما تلاقي انك انت في حد هدومه لازقة عليه لو سمحت ما تشيلهاش. يعني انت سيب الدكتور هو يشيلها بمعرفته بطريقته الخاصة، وإلا انت ممكن تمزع كل حاجة بألم والمريض هيموت من الألم مننا. ففي المستشفى هم هيعرفوا يتعاملوا معاه. لما انت هتشيل هتمزع كل حاجة من عليه، خلي الدكتور هو يقدر يشيل ببساطة كل حاجة. دي الإسعافات الأولية اللي انت ممكن تقوم بيها مع أي مريض حروق في الأول. طب العلاج؟ العلاج هو اللي هيقرره دكتور الحروق بعد ما يفحصه ويكشف عليه ويقيم هو هيعمل ايه. وبالمناسبة لما احنا حطينا نقطة العلاج هنا في الفيديو ده، طالما الدكتور هو اللي هيقوم بيها، ليه قلنا ان احنا هنتكلم على العلاج؟ عشان خاطر عايزين نأكد ان الحروق علاجها مش مضاد حيوي. هتتفاجئ ان اغلب دكاترة التجميل والحروق هيقولوا للمريض بتاعهم لو سمحت في اول 48 ساعة ما تاخدش اي مضادات حيوية الا لما انا اقولك، وبالتالي فانت هتتابع مع الدكتور في اول اسبوع، لان اخطر اسبوع هو اول اسبوع، هو اسرع تغيرات بتحصل في الحرق سواء بالايجابي او بالسلبي بعد الشر. وده بيعتمد على حاجات كتير، بيعتمد على الامراض المصاحبه عند المريض، بيعتمد على السن بتاع المريض، بيعتمد على الحاله العامه بتاعه المريض والالتزام بالتعليمات، وهل في جفاف ولا مفيش. انت تعرف المحاليل هي اهم حاجه بنديها للمريض وبنسب معينة، مش بندي وبس، في نسب معينة الدكتور بيحسبها لو احتاج المريض، وفي حالات بنحتاج ان احنا نحجزها في المستشفى غير حالات الحرق الكهربي اللي احنا قلنا الصعق الكهربي ده لازم يتحجز، او الحرق الكيماوي ده ممكن برضو يحتاج في بعض الحالات يحجز، خصوصا لو كان شرب بالمريء، ودي هتكون بيتعامل معانا دكتور الحروق بالنسبة للحروق الخارجية اللي حصلت، او بالنسبة لدكتور الجهاز الهضمي جراح الجهاز الهضمي عشان يشوف الحرق اللي في المريء ده هيتعامل معاه ازاي. وبالتالي في حالات بقى لو كانت المساحة كبيرة جدا تستدعي ان احنا نكون في المستشفى تحت الملاحظة. هنا مش الهدف ان احنا نقعده علشان خاطر نعلق له محاليل للمحاليل، لا، هو في فقد سوائل، الجلد ده مش وظيفته شكل، الجلد ده رحمة من ربنا عشان يحافظ على السوائل بتاعتنا اللي هي تقريبا 60% من جسم الانسان هو عبارة عن سوائل. ومتابعة الحروق اهم بكتير من علاج الحروق، لان انت لما عملت الاسعافات الاولية انت انقصت 50% من الحالة، علاج الحالة تقريبا 25%، باقي 25% الاخيرة هي المتابعة، لان في بعض الحروق ممكن تستدعي المتابعة، ودي هيقولك عليها الدكتور، خصوصا لو في جسم ميال ان يعمل ندبات، وكلنا بنسعى ان الحروق تسيب اقل اثر. وبالتالي في الفيديو ده اتمنى ان انت تكون وضحت ليك ايه هي الحروق وايه هي انواعها والاسعافات الاولية بتاعتها وعلاجها واهمية متابعتها، ونتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله بالخير. يسعدني جدا ان انا اشوف كل اسئلتكم على الصفحة، لو حد عنده اي كومنت او اي تعليق او اي سؤال يكتبه على الفيديو تحت في كومنت وهقراه وهجاوب عليه في فيديو جديد. يومك سعيد، باي باي.